جمال، تعرفونه؟ اسمه جمال عبد الناصر. سمعتم عنه؟ ستان بين المسمى والمسمى به، ذاك أفضى إلى ربه وهو أعلم بحاله. أما هذا فتى مولد في لندن، أبوه اسمه عبد الناصر وسمى ولده جمال، ورأيناه وهو كم كان عمره؟ 14 سنة، 14 15 سنة، في إحدى زياراتي في لندن وجدته يقرأ القرآن عن ظهر الغيب. قلت يا فتى تعال، ما اسمك؟ قال جمال. جمال عبد الناصر. أنا في ذاك الوقت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يقول لي أنا نسيت. أي نعم. ثم بعدها قلت مثلك لا يترك، لا بد أن يعني، لأني يعني امتحنته وجدته ما شاء الله متقنا في حفظه، فطلبت منه أن يأتي معي إلى قطر، وجاء معي إلى قطر وتكررت زياراته لي حتى أتم القراءات العشر، وهو الآن شيخ القراء في لندن، طلابه يزيدون عن المئات، وإذا تكلم بالإنجليزية فحدث ولا حرج، أنا مولود هناك. يحكى أن شيبان من أهل الخليج راحوا لندن، لما رجعوا قالوا لواحد منهم إيش أعجب شيء رأيت؟ قال أعجب شيء البزران هناك يتكلمون إنجليزي.